بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة إن شاء الله هتكون على الباراسيتولوجيكال تكنيكس باي دكتور أميرة سناء مرسي، ليكتشرر اوف ميديكال باراسيتولوجي، فاكولتي اوف ميديسين، دانهي يونيفرستي. currently used diagnostic trends، يعني ايه طرق التشخيص المستخدمة حاليا؟ عندي هما طريقتين، اما direct detection and identification of the organism، اللي انا هعمل اشوف الاورجانيزم، او indirect identification، حاجة غير مباشرة، يعني هستدل على وجوده. direct detection هدور على الاورجانيزم فين؟ في عينة ستول، عينة يورين، blood، body tissues، body fluids and tissues. هبدأ اشوفها بيه سواء بالنكد اي او بالميكروسكوبك اكزامينيشن. دي اول طريقه للدايركت ديتكشن. او طريقه تانية اللي هي راديولوجيكال ايمجينج، اللي هو التصوير. واحد عامل اشعه ظهر لي فيه مثلا الاسكارس، مثلا دوده. تاني حاجه هي الاندايركت ايدنتيفيكيشن، ازاي اشخص، استدل على الاورجانيزم. انا مش بشوفه بعيني، انا بستدل على وجوده. عندي طريقه من اتنين، اما سيرولوجيكال، دي بتعتمد على انتيجين انتي بودي رياكشن. الحاجه الثانيه البي سي ار، هنشرح الكلام ده كمان شويه. هنبدا بالدايركت ايدنتيفيكيشن اوف بارازايتس. انا هشوف البارازايتس. اشهر حاجه بنعملها في حالات الطفيليات هي الاستول اكزامينيشن، تحليل بروز. لان معظم الطفيليات موجوده في الانتست، موجوده في الامعاء. طيب هشوفها ازاي؟ يبقى هي هتنزل في مين؟ الاستول. طيب ازاي اعمل استول اكزامينيشن؟ قبل ما اعمله، هل الكلام ده مهم؟ از استول اكزامينيشن امبورتنت؟ الإجابة هتكون إن about one third of the world more than 2 billion people are infected with intestinal parasites. يعني تلت سكان العالم، اللي هو أكتر من 2 بليون شخص، دول عندهم طفيليات معوية. بالتالي هشخصها إزاي؟ بالستول. approximately 300 million people are severely ill، بيأدي يعني حوالي 300 مليون شخص تعبانين جدا نتيجة هذه الأمراض. At least 50% are school age children، حوالي 50% من الناس دي أطفال مدارس. وبالتالي تحليل البراز ده حاجة مهمة. Reasons for examining fecal specimen for parasites، إيه الأسباب اللي تخليني أطلب من العين إن أنا أعمل له تحليل براز وأدور على طفيليات فيها؟ اول حاجه to identify those associated with resistant diarrhea، لو واحد جاي لي بريزيستنت دايريه، اسهال مزمن، weight loss، بيقل بيخس، عمال يخس قوي، intestinal mal absorption، ما عندوش امتصاص للاكل، امتصاص الاكل وحش، and the impairment of development and nutrition in children، يعني هتلاقي الطفل ما بيكبرش، حجمه ووزنه اقل من سنه، باحتمال يكون عنده مشكلة أمراض طفيلية. لازم في الحالة ده أعمل له تحليل براز، أطمن إن مفيش أي طفل جوه أو برازيت جوه. تاني حاجة عندنا to identify chronic significant infections that if not treated can lead to serious complications، عشان أشخص أمراض بدري وأعالجها. لأن في بعض الأمراض علاجها سهل جدا، ولكن أنا لو أهملتها ممكن تؤدي لمشاكل كتير أوي بعد كده، ممكن تؤدي للوفاة كمان، زي في حالات الانتستينال شيستوسومايسيس اللي هي البلهارسيا المعوية. يعني مثلا عندنا مثلا الناس اللي بتتعامل مع الترع، الفلاحين اللي بينزلوا مية الترع، نعمل لهم السول اكزامينيشن نطمن ما عندهمش بلهارسيا. ولو عندهم العلاج امره سهل، هندي برازيكونتال 4 حبات. انما لو لا قدر الله مثلا موضوع جاله بلهارسيا وكمل معاه، ممكن بعد كده يموت. To detect serious hookworm infection، عشان اشوف الهوك وورم انفكشن، اللي هو الاصابه بالديدان القطافيه اللي موجوده عندنا في مصر، منها اسمها الانكليستوما. طب امتى هفكر فيها؟
impatient with severe iron deficiency anemia especially in children. يعني مثلا طفل طلب له صورة دم كاملة اتعملت طلع عنده انيميا شديدة جدا iron deficiency anemia. افكر انه ممكن يبقى عنده انكليسوم، يكون عنده مشكلة طفيلية هي اللي ادت للانيميا الشديدة دي. يبقى ديت اسباب تخليني افكر اعمل للعيان تحليل براز. بما اننا احنا هندخل اللاب فلازم نتعرف على اللاب سيفتي، ازاي احافظ على نفسي وانا جوه المعمل. اول حاجة هنلبس البروتكتيف كلوزنج، نلبس ملابس هتحمينا زي الجلافز، الكوت، البلطو، الجوجلز، النظارات. باستمرار هغسل ايدي وانا جوه المعمل. wash your hands. ممنوع اكل او شرب جوه المعمل. ليه؟ انا عندي عينات بايو هازارد. يعني ايه بايو؟ جاي من بيولوجيا، حاجات حيوية. انا عندي عينات فيها سواء بارازايت، فيها بكتيريا، فيها فيروس، انا عرضة ان انا اصاب بالامراض اللي هي موجودة في العينة اللي معايا دي. يعني مثلا عندنا في الطفيليات في عينات البراز ممكن يبقى فيها مثلا اتشينانا اج، دي عارفين ان هي بتبقى نازلة اصلا معدية. فانا لو حصل لي كونتامينيشن بايدي في ايدي مثلا بالاتشينانا اج وجيت كلت او شربت، ايه اللي هيحصل؟ جيلي انفكشن. برضو كذلك في الاميبا، الاميبا هستريتك، في الجيارديا، في الانتروبيس، وبالتالي انا عندي العينة ده مصدر خطر ليا فلازم احمي نفسي منه. عندنا اخر حاجة نتكلم عليها هي الايثر. الايثر ده مركب انا بستخدمه وبشتغل بيه في المعمل بتاعي. الايثر بالذات انا بتكلم عنه لان هستخدمه في تكنيك كمان شوية هقولكوا عليه. زي ما احنا شايفين في الصورة كده الايثر تحت اكسبلوجن، في انفجار حصل في المعمل. الايثر ده حاجة قابلة للانفجار، بالتالي الناس اللي هي بتدخن ممنوع ان هي تشرب سجاير وهي فاتحة الايثر او الايثر جنبها في المعمل. ممنوع ان احنا نحطه في الشمس، ممنوع ان احنا نشغل فليم جنبه، نشغل شويه جنبه في المعمل. يبقى ده هنحطه على رف في الضل. حاجه ثانيه ان احنا المفروض بعد ما نستخدمه او ناخد اللي احنا عايزينه الازازه لازم نقفلها. ليه؟ لانه بيطير، الازازه هتخلص. الحاجه الثانيه اللي هو بيستخدم في التخدير، فانت لو سايب الازازه مفتوحه وانت واقف ممكن تدوخ. يبقى الايثر ده نخلي بالنا منه شويه واحنا شغالين في المعمل. قبل ما اعمل تحليل براز لازم احضر العيان بتاعي، preparation of the patient. العيان اللي عارف انه هيعمل تحليل براز المفروض قبلها بثلاث ايام ياكل اكل خفيف low diet residual. المفروض قبلها بثلاث ايام هيوقف الدراج انتيك، مش ياخد ادويه، خاصه من الاويلي بيرجيتلز الملينات، انتي دايريال حاجات ضد الاسهال، انتي بيوتيك، البسمس، الانتي ملاريا. كل الادويه دي المفروض هنوقفها قبل الستول اكزامينيشن بثلاث ايام. ويقال ان الانتيبيوتيك المفروض اوقفه قبلها باسبوعين. ليه؟ لان الانتيبيوتيك المضادات الحيويه بتاثر على النورمال فلورا اللي موجوده في الانتستين، في بكتيريا نافعه موجوده في الانتستين البروتوزوا تتغذى عليها تستفيد منها. فلما هقلل البكتيريا دي هقلل النمبر اوف بروتوزوا، فالتحليل هيطلع لنا نيجاتيف وهو اوريدي عنده، هو مش معندوش، هو قلل لي بس العدد شويه فقلل لي السنسيتيفيتي بتاع التست. برضه نخلي بالنا العيان اللي هيعمل تحليل براز المفروض ما يعملش باريوم انيما قبلها بخمس لعشر ايام. انيما اللي هي الحقنه الشرابيه قبلها بخمس لعشر ايام. طيب انا حضرت العيان بتاعي، العيان جالي المعمل، ايه هي الاحتياطات اللي هاخدها اثناء اخذ العينه؟ بريكوشنز تيكن ديورنج سامبل كوليكشن. زي ما احنا شايفين في الصوره كده على ايدنا الشمال دي الكونتينر، الكوبايات اللي العيان بياخدها يحط فيها يجيب فيها العينه. زي ما احنا شايفين كده مكتوب عليها النيم، نكتب اسم العيان، بنكتب الديت اليوم بتاع اخذ العينة، نكتب الوقت بالظبط. يعني مثلا يوم السبت الساعة خمسة، يوم السبت مش بكتب اليوم بس، لازم احدد الوقت اللي هي متاخدة فيه العينة، وده هيفيدنا عشان عملية الفحص اعرف انا فحصتها امتى او هفحصها امتى. هدي البيشنت بتاعي الكونتينر ده واقول له هات لي لو سمحت هات لي عينه البراز.
انبه عليه ان هو ما يحصلهاش contamination بووتر اور يورين. يعني اقول له العينه خلي بالك ان هي ما تتلوثش منك ببول او بميه، لان الحاجات دي ممكن يبقى فيها برضو بارازايت. يبقى العينه ما تجيبش على لا ميه ولا بول. انا لما هيديني العينه تاني وهاخد العينه منه، the specimen not to be incubated، ما اخدش العينه واحطها في حضانه never nor frozen، ولا هحطها في فريزر. يبقى انا هاخد العينه من العيان مش هحطها، ممنوع ان انا احطها في حضانه او في فريزر. امال هفحص العينه امتى؟ ايديالي يعني افضل حاجه ان الفيسد should be processed after passage as soon as possible، بعد ما يعمل العينه على طول المفروض افحصها at once، افحصها في الحاله. طيب انا عندي شغل كتير في المعمل، ايه الدكتور اللي هيفحص العينه مش موجود، احط العينه فين؟ ما انت لسه قايله لنا ان انا مش هينفع احطها لا في حضانه لا ينفع احطها في فريزر. امال اتصرف مع العينه ازاي في حاله وجود ديلي، في حاله وجود تاخير على ما انا افحصها؟ عندي حاجه من الاثنين، اما احطها في التلاجة ريفريجريتد، احطها في التلاجة على الرف نوت فروزن، مش بحطها في الفريزر عند درجة تقريبا من ايه بلس فور يعني. اول حاجة التانية اللي هحط عليها 10% فورمالين، حاجة فيكستيف هتحافظ لي على العينة بتاعتي. المفروض الفورمالين بيتحط بنسبة 3:1 وابدأ اقلبه بيه كويس. يبقى انا دلوقتي المفروض افحص العينة على طول، وخاصة لو العينة دي لقيتها اسهال او لقيت فيها مخاطب دم، لان احتمال يكون فيها تروفوزويت والتروفوزويت بيموت خلال نص ساعة. يبقى انا العينة دي لازم افحصها في الحال، هو المفروض على كل العينات، ولكن احنا بنقول خاصة لو العينة فيها ميوكس وبلاد او دايرية. لا انا عندي شغل كتير في المعمل الدكتور مش موجود، يبقى حاجة من الاتنين، لا احطها على الرف في التلاجة يا اما احط عليها فورمالين 10%. طيب خلاص انا هبدا افحص العينه بتاعتي، افحصها ازاي؟ examination of stool samples. عندنا اول حاجه نعمل macroscopic examination، بعد كده microscopic. macroscopic يعني هبص على العينه بعيني، ابص عليها اشوف ايه يعني، شوف الكالر اللون بتاعها. في امراض بتغير لون البراز، مثلا لو العين ده عنده شيجيلا مثلا دي في البكتيريا يبقى لونه اخضر، لو في نزيف يبقى لونه اسود في دم، فلازم ابص على الكالر. تاني حاجه الكونسيستنسي، يعني اشوفه ده ميه ولا اشوفه فورميد اللي هو الاستول الشكل طبيعي ولا سيمي فورميد، يعني اشوف شكل الاستول ايه. وقلنا عشان لو شكله دايريك يعني ميه خالص اسهال، يبقى افكر ممكن يكون فيها تروفوزويت، فلازم افحص العينه في الحال. بعد كده اشوف لو في ميوكس او بلاد، في مخاط او دم برضو. يبقى انا الحته دي العينه الجزء اللي هاخده من العينه هو الحته اللي فيها مخاط ودم، دي هي الحته اللي هاخدها افحصها، يبقى انا لازم ابص عليه. او هبص على لو في ايدنتيفابل برازايت، يعني لو في حاجه انا شايفاها بعيني. هو في طفيليات ممكن اشوفها بعيني في البراز من غير الميكروسكوب؟ زي مثلا عندنا الاسكارس اللي هي تعبان البطن، يجي كده العيان جايب لك ايه، نزل لك تعبان، هي عامله زي التعبان فعلا، هي دوده اسطوانيه طولها بيوصل 20 ل 30 سم، يعني حوالي ربع متر، هتشوفها بعينك طبعا. في عندنا مثلا في حالات الدوده الدبوسيه الانتروبيس، هتلاقي في دود صغنون كده عامل زي دود المش. في مثلا حاجة تالتة ممكن الميازيس، تلاقي دود زي الدود الميازيس اللي هو هلاقي، عارفين لو حد ساب زبالة او حاجة ميتة يلاقيها دودت الدود الكبير اللي جوه ده. لو العينة دي فيها ميازيس بس ما بقاش سايبة العينة مكشوفة عندي في المعمل وسبتها وركنتها وارجع اقول ده فيها دود، لا انا واخد العينه من العيان مقفوله، اما جيت فحصت لقيت فيها الدود الكبير ده اللي زي ما بقول لكم كده بيبقى موجود، لو مثلا اكل معفن، في زباله، حاجه ميته تلاقي فيها الدود ده، ده اسمه ميزس. طيب بعد ما ابص على العينه بعيني هاخدها افحصها تحت الميكروسكوب، مايكروسكوبيك اكزامينيشن.
طبعا انا مش هاخدها كده، انا باخدها بعمل لها بحضرها، يعني هعمل لها يا اما دايركت سمير او كونسنتريشن تكنيكس، وانا اخدهم بالتفصيل دلوقتي. هنا بنتكلم على الميكروسكوبك اكزامينيشن اللي احنا قايلين عليه من شويه، ده مهم طبعا. It plays an important role in directing the preliminary examination of the sample. بيساعدني في التشخيص المبدئي. The consistency may give an indication of the types of organisms present. بيقول لك انا بشوف الكونسيستنسي، بشوفه اسهال اثري فورمد، ليه بيفرق معايا في ايه؟ بيقول لك التروفوزويد usually found in liquid specimen. الاسهال بيبقى فيه تروفوزويد، السيست لا بتبقى موجوده في الفورمد ستول، الستول هو الطبيعي اللي هو واخد شكل يعني. The content of specimen is also important. الكونتنت هي جواه ايه العينه؟ زي مثلا بيقول لك انا ممكن اشوف التيب ورم بروجلوتيدز اللي هي السيجمنت بتاع الديدان الشريطيه، حتت كده من الديدان الشريطيه. ادلت بين ورم اللي هي الدوده الدبوسيه اللي زي ما بقول لكم اللي هنشوفها عامله زي دود المش صغيره اهي. اسكاريس لامبريكويدز، الاسكاريس اللي هي قلنا التعبان اللي هنلاقيه ده كله ممكن اشوفه جوه الاسطول. ان سيرتن بارازيتيك انفكشن، في بعض الامراض الطفيليه هلاقي بلاد اند ميوكس، ده هيخلينا نفكر في حاجه تانية. طيب بعد ما بصيت على العينه بعناية هبدا افحصها تحت الميكروسكوب، مايكروسكوبك اكزامينشن. زي ما احنا شايفين في الصوره كده ده الميكروسكوب، شايفين الستيج اللي هو الجزء الكبير المربع الاسود ده، ده اللي بحط عليه العينه، هلاقي عليه كليبس هثبتها عليه. طبعا هبدا احرك زي ما احنا شايفين في الجنب كده، في حاجه اسمها كورس ادجستمنت نوب وفاين ادجستمنت نوب، حاجه بارزه كده في الجنب. الكورس دي الكبيره دي بجيب بيها الفيلد، بطلع وانزل كده لحد ما اشوف بيها الفيلد، ساعه ما الفيلد يجي ببدا احرك الفاين نوب، ببدا احركه باستمرار عشان ايه؟ يوضح لي تفاصيل اكتر في الفيلد. زي ما احنا شايفين تحت الستيج في حاجه اسمها الدايفرام، دي اللي بتحكم فيها في كميه الاضاءه اللي داخله، وفوق طبعا العدسه اللي ببص بيها. ده باختصار كده الميكروسكوب. طيب ازاي اظبط الميكروسكوب بتاعي؟ How to adjust your microscope. اول حاجه بيقول لك انت you must continually adjust the focus، كل شويه لازم ايدك تبقى الفاين ادجستمنت، زي ما احنا قلنا الجزء الكبير ده اللي بجيب بيه الفيلد، بعد كده كل شويه الفاين بحركه. ليه؟ انا الطفيل ده مش حاجه حاجه سطحي كده، لا ده هي حاجه مجسمه لها ابعاد، فمش هتبان لي فيلد واحد، لازم دايما ايدي على الفاين ادجستمنت. تاني حاجه dont use the condenser to adjust the light level، use the diaphragm، بنتحكم في كميه الاضاءه عن طريق الدايفرام اللي احنا شفناه من شويه قلنا تحت الستيج. بعد كده بنقول ايه when using، لما باجي استخدم العدسه 4 و 10 العدسه 4 و 10 الدايفرام should be most closed، بيبقى تقريبا مقفول. open it a little for use with عدسه 40 واكتر مع الاويل لينس اللي هي الايه عدسه الزيت. معنى الكلام ده ايه؟ يعني كل ما بعلى بالتكبير بعلى بالاضاءة، يعني عدسة 4 و10 انا تقريبا ببقى قافلة الدايفرام، الدنيا بتبقى ضلمة شوية، اطلع على عدسة 40 لا ده بفتح شوية، عدسة 100 لا بفتح على الاخر، يبقى ده الاضاءة بتزيد مع زيادة التكبير. طيب خلاص انا حطيت الشريحة بتاعتي على الستيج على الميكروسكوب، ظبطت الفيلد، ظبطت الإضاءة بتاعتي، بشوف أنا هشوف مثلا على عدسة 10 وحطيت السلايد بتاعي أشوفها إزاي. بيقولك أنت بتبدأ في زاوية من one corner of the cover slip، يعني تبدأ في زاوية من الإيه؟ من الشريحة، والتكنيك ماشي فيها سيستماتيكالي زي ما احنا شايفين كده في الصورة، ماشي واحدة واحدة، نطلع وبعدين ننزل نطلع ننزل وهكذا لحد ما نخلص الشريحة. طيب انا اول ما حطيت الشريحه شفت اورجانيزم، شفت الاتشينانا ايج، هكمل الشريحه ليه؟ نخلي بالنا ان في حاجه اسمها بولي باراسيتيزم، مش معنى ان انا فحصت الشريحه لقيت فيها حاجه هي الحاجه دي بس اللي موجوده، لا ده ممكن يبقى اكتر من حاجه موجوده، وده فعلا انا شفته. فانت لازم تمسك الشريحه
هتلفها من اولها لاخرها، مش هتحطها عشوائي. انت ابدا بزاويه وابدا امشي بقى سيستماتيكال كده لحد ما الشريحه تخلص، مش هياخد وقت. طيب وانا بدور كده لقيت حاجه انا شكيت فيها بس مش شايفه قوي، مش قادره اجزم ان هي، اطلع بالتكبير شويه، زود التكبير خليه على عدسه 40. تمام كده يبقى انا حطيت السلايد، هبدا اشوفها سيستماتيكالي، هبدا بزاويه وابدا اكملها لحد ما اشوفها كلها. ما انساش ان ممكن يبقى فيه اكتر من برازيت في الشريحه. بعد كده لو انا لقيت حاجه وشكيت فيها اعمل ايه؟ اشوفها على عدسه 40. طيب الشريحه دي انا حضرتها ازاي؟ حاجه من اتنين، لا اما دايركت سين سمير لا اما كونسنتريشن تكنيكس. هبدا بالدايركت سين سمير، حاجه دايركت حاجه مباشره. سين السمير بتبقى رفيعه لان استخدمت كميه ستر قليله، زي ما احنا شايفين في الصوره كده فيجر 1، تلاقي السلايد محطوطه وعليها دايرتين، دايره فاتحه ودايره غامقه. ايه الدايرتين دول؟ دي انا حطيت نقطتين من محلول ملح ونقطتين من الايودين على الشريحة. في ناس بتستخدم محلول ملح بس ايه ميزة الايودين؟ اللي هو هيوضح لي لو في سيست او تلفزيون للايه، للبروتوزوا، بيوضح لي البروتوزوا اكتر. بس في ناس مع الخبرة مع الشغل الكتير بتبدأ تميز حتى البروتوزوا بالصلاين بس. خلي بالنا اللي هو صلاين، ما حطش مية من الحنفية لان ممكن يبقى فيها اصلا بارازايت. ممكن استخدم ميه مقطره لو مش ايه مش متوفر محلول ملح، ممكن استخدم ديسل دوتر. طيب استخدمت نقطتين صلاين وهنا نقطتين ايودين. بعد كده زي ما احنا شايفين في فيجر 2 ماسك حاجه كده زي عود الكبريت، حاجه طويله كده، ديت باخد بيها العينه، جزء من العينه بتاعتي. يقول لك يعني بيبقى حوالي مثلا قد راس عود الكبريت كده، بيبقى حوالي 2 مللي جرام، جزء صغير جدا من الاستون. وابدا الجزء ده هاخده واقلبه في مين؟ في نقطتين المحلول الملح، لان هو الاسطول حاجه هارد كده مش هينفع احطها على الشريحه، هدوبها في محلول الملح ده. واخد برضو 2 مللي جرام كمان واحطهم فين؟ على النقطتين الايودين واشوف بيهم. عندنا في فيجر 3 هتلاقيه ماسك الكفر سليب، الغطا اللي بغطي بيه الشريحه. زي ما احنا شايفين في الصوره لها طريقه معينه في وضعها. اول حاجه انا بحطها بزاوية 45 زي ما احنا شايفين. بعد كده هتلاقي العينة بتاعتك المية بدأت تفرد على مين؟ على اللور سيرفيس، على الاندر بوردر بتاعها، فردت عليها. لما تلاقيت فردت عليها كده هبدأ انزل بقى بالايه؟ بالكفر عليها. بس تخلي بالنا ما ينفعش اقوم سايبها مرة واحدة، هنزل بالراحة. ليه؟ عشان ما يجمعش اير بابل تحتها، ميبقاش شايله هوا تحتها، واجي اشوف الشريحه تحت الميكروسكوب الاقيها مليانه هوا وتغطي لي الفيلد وما بقاش شايفه كويس. وهعمل كذلك برضو في النقطتين الايودين، برضو احط الكفر عليها بزاويه 45، هلاقيها فردت على البوردر اللي تحت بتاعها، هبدا ايه انزل بالراحه بالكفر. بعد كده الشريحه تبقى جاهزه بالنسبه لي، ممكن اخدها تحت الميكروسكوب واشوف. زي ما احنا شايفين برضو اللي هو ماشي، ببدا من كورنر وببدا امشي صوره الزجزاج كده، ماشيه واحده واحده في الشريحه لحد ما اخلص. يبقى الدايركت سين سمير، ودي فعلا اوريدي الناس بتعملها في المعامل، بيحطوا نقطتين محلول ملح، ممكن كمان نقطتين ايودين. وبقول لكم نقطتين هما فعلا مع الشغل هتحس ان هما فعلا بتبقى مظبوطه اكتر مع النقطتين. النقطه العينه مش هتحس ان هي مغطيه الكفر كله، لو اكتر من نقطتين هتلاقيها غرقانه وتيجي تحط الكفر تلاقي عايم عليها، ممكن يدهولك الميكروسكوب. فدي بتيجي بالتدريب، انت عايز قد ايه تحط صلاين. هو غالبا انا زولوه كده بالبيبيتا البلاستيك دي كنت باخد نقطتين. تاني حاجه نخلي بالنا ان احنا بنحط الكفر بالراحه كده بزاويه 45 وبننزل بالراحه عشان ما يجمعش هوا تحته، ونفحص الشريحه طبعا سيستماتيكالي كلها زي ما اتفقنا. ايه البروكوشنز ويز دايركت سين سمير؟ ايه الاحتياطات اللي اخدها وانا بعمل السمير ده؟ اول حاجه دونت يوز تو لارج دروب اوف سلاين اور ايدين، مش هستخدم سلاين او ايدين كتير. زي ما بقول لكم هتلاقي الكفر عام عليها ودهنت الميكروسكوب. تاني حاجه سامبل فروم ديفرنت ارياز ان اند اون ذا سبيسمين اور ميكس ذا فيسز بيفور سامبلينج. يعني يا اما ما اجي اخد العينه بتاعتي اخدها من على السطح ومن جواها، اخدها من اماكن مختلفه
او الافضل ان انا اقلب العينه بتاعتي. عندنا don't use too much specimen، مش هستخدم عينه كبيره قوي، مش هاخد كميه كبيره من الاسطول. ليه؟ لان الاسطول حاجه كده اوبيك، حاجه مش شفافه، فبالتالي هتمنع لي الفيلد اللي انا اشوفه، مش هتعدي ضوء الميكروسكوب. ما اخدش كميه ستول كتير، اقول ده انا عايزه ازود بقى عشان اشوف، يعني لو العينه فيها، لا هلاقيها قفلت معايا الفيلد خالص. هو بالظبط باخد حوالي 2 مللي جرام او على قد راس عود كبريت كده، عشان ما يبقاش الفيلد قفل قدام. دي البروبوشنز اللي باخدها اثناء عمل السمير. زي ما بنقول كده، التكنيك ده اللي بيستخدم في المعامل تقريبا كل المعامل. ليه بقى؟ لان رابط حاجه سريعه، سيمبل، بسيطه، شيب، رخيصه، حاجه مش مكلفه ولا محتاجه اي مجهود ولا محتاجه اي حاجه. مميزاته كمان ان هو ديتكت الاورجانيزم موتيليتي، يعني لو في تروفوزويت هلاقيه بيتحرك قدام. كمان بيساعد لي ان انا اعمل دايجنوزيس للبرازيت اللي ممكن يحصل لها تو بي لوست ان كونسنتريشن تكنيكس. احنا قلنا احنا هنستخدم سين سمير وكونسنتريشن تكنيك. كونسنتريشن تكنيك ده بستخدم فيه جهاز الطرد المركزي، فده ممكن بيقتل لي بعض البرازايت. طب في الحاله دي هعمل ايه؟ هعمل دايركت سين سمير. يبقى دي الادفانتج بتاعته. طب الديس ادفانتج، عيوبه ايه؟ لاك اوف سنسيتيفيتي، يعني انا لو عندي 100 عيان فعلا اوريدي عنده بارازيتك انفكشن، ممكن تطلع لي 60% منه بس، اللي يقول لك ده عنده، واللي 40% لا طلعه لي ان هو ما عندوش، يبقى دي اسمها لاك اوف سنسيتيفيتي. تاني حاجه البريباريشن درايز وذين فيو مينيتس. السلايد الشريحة بتنشف معايا بسرعة، يعني انت ما تعملهاش وتركنها، لا انت هتعملها هتفحصها في ساعتها. دي مميزات وعيوب الدايركت سين سمير. نتيجة لعيوب الدايركت سين سمير بدأنا نشوف تكنيكس تانية. عندنا اللي هي كونسنتريشن تكنيكس. عارف كلمة كونسنتريشن دي؟ يعني بركز، يعني اكني بزود عدد الاورجانيزم، باخد حتة مركزة فيها. يعني كونسنتريشن تكنيكس دي allow detection of small numbers، زي ما بقول لكم هي concentration، ليه؟ عشان تعمل detection of small numbers of organism that may be missed by using only a direct wet smear. concentration techniques عندي طريقتين، اما sedimentation or flotation. sedimentation اللي هو الترصيب، والflotation اللي هو الطف، اللي انا باخد العينه بتاعتي واسيبها ترص، واخد الجزء اللي ترص بتاعتي ده وافحصه، اخد العينه بتاعتي واسيب البرازيت فلوت يطفو، واخد الجزء الوش بتاعه افحصه. مين اللي بعض المعامل احيانا بيستخدموه؟ السيدمنتيشن، وهو اللي بيجيب لي معظم البرازيتك انفكشن. فعشان كده انا هتكلم على الفورمول اي سيدمنتيشن تكنيك. من اسمه فورمول، يبقى بيستخدم الفورمالين، بيحفز لي طبعا، بيعمل لي بريزرفيشن للعينه بتاعتي. ايثر يبقى بيستخدم اللي احنا قلناه قدام في الاحتياطات بتاعتنا اثناء اللاب سيفتي. الايثر ده بينضف لي العينه، اكستراكت الدبرس والفات فروم فيسز، بينضف لي فعلا العينه ويخليها تبقى واضحه تحت الميكروسكوب. ليفينج ذا بارازايت ات ذا بوتوم، سيب لي البارازايت تحت في في العينه بتاعتي، يبقى اسمه سيدمنتيشن، ترصيب. يبقى فورمول، فورمالين، ايثر، sedimentation technique. Authors consider the formal ether concentration the most effective technique. بيعتبرون هو ده أحسن technique that recover the broadest range of organisms. بيجيب لي أكتر عدد من الطفيليات. طيب بيتعمل إزاي التكنيك ده؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده من على إيدينا الشمال، دي الأنبوبة حطيت فيها عينة البراز بتاعتي. لو ناخد بالنا دي حوالي جرام ستول. قبل كده في الدايركت سين سمير كنت بستخدم 2 مللي جرام، دي جرام يعني 1000 مللي جرام، طبعا بزود السنسيتيفيتي. بعد كده احط عليها فورمالين 10% زي ما احنا شايفين، واقلبها كويس. بعد ما اقلبها هبدا انقلها في انبوبه كونيكال، لها قمع من تحت كده زي ما احنا شايفين كده، ضيقه من تحت كده، وابدا احط عليها الايثر. يبقى انا الاسطول حطيت عليه فورمالين، قلبته كويس، وبعد كده احط الايثر. بعد كده ممكن ادخلها في جهاز الطرد المركزي، بيبقى عند حوالي 2000 راوند بير مينيت لمده دقيقتين. اخرج العينه بتاعتي هلاقيها بالمنظر ده، ده عامله لي 4 لايرز، 4 طبقات.
تحت خالص سيدمنت، جزء كده مترسب تحت، هو ده اللي بيبقى في البارازايت. اللي فوق هلاقي فورمالين، بعد كده هلاقي الدبرس. الدبرس اللي هي مثلا عينة الرسول مثلا فيها الياف، فيها اي حاجة شوايب كده، هتلاقيها متعلقة في اللير دي. عشان كده السيدمنت تحت بيبقى مركز في الاورجانيزم، والشوب والحاجات دي كلها بتبقى موجودة في طبقة الدبرس. بعد كده الاقي الايثر هو اللي فوق، يبقى عندنا دول الاربعة ليرز. هبدأ ببكتيرولوجيكال لوب، اللوب اللي هو بتاع البكتيريا. هبدأ اسلك الطبقة بتاع الدبرس دي لانها اوقات بتبقى لازقة في الجدار، هبدأ اسلكها وابدأ اقلب الانبوبة مرة واحدة بسرعة، بحيث ان هي تقلب لي الايثر والدبرس والفورمالين، وتسيب لي مين؟ السيدمنت تحت. بعد كده هاخد السيدمنت ده وابدا اخد منه نقطتين واحطها على الشريحه، سواء هفحصها كده على طول او احط عليها نقطتين ايدين لو انا شكيت ان فيه بروتوزوم. التكنيك سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. بعيت الاسطول، حطيت عليها الفورمالين، بعد كده حطيت القيصر، بعد كده دخلت في جهاز الطرد المركزي هيعمل لي الاربع ليرز دول. مين اللي بفحصها؟ هو جزء السيدمنت المترسب تحت. ايه مميزات الطريقه دي؟ ريكفر موست اوف سيست اند لارفي، بيديتكت معظم انواع الطفيليات زي ما احنا قلنا. There is less risk of infection from bacteria and viruses، احتمالية العدوى من البكتيريا والفيروس بتبقى قليلة. ليه؟ عشان الفورمالين اللي عليها، الفورمالين بيقتل الحاجات دي. Allowing for transportation and storage، ليه؟ بيساعدنا ان انا ممكن اسيبها فترة شوية لو هي هتتنقل وهتروح مكان تاني. ليه؟ لانها محفوظة في ايه؟ في فورمالين. يبقى الفورمالين حماني من الانفكشن وحماني من، وساعدنا على عملية الاستورج ان انا اتأخر شوية على ما افحص. طب ايه عيوب الطريقة دي؟ انا بحط في جهاز الطرد المركزي ده، لو في تروفوزويد هيموت، يعملوا ديستروين. التروفوزويد ده حاجة دلكت، حاجة هشة قوي، ما يستحملش عملية الطرد المركزي. في الحالة دي المفروض هعمل ايه؟ افحصها بالدايركت سمير. تاني حاجة، الليكويد ستولز دونت كونسنتريت ويل، مش هلاقي سيدمنت محترم تحت اللي انا افحصه، ما بيحصلوش كونسنتريشن كويس. اخر حاجه اللي قلنا عليها قبل كده اللي هي الايه، الاكسبلوجن هازارد اللي موجود مع الايثر، انه ممكن يحصل انفجار. قلنا عشان كده ما نحطوش لا جنب ولع، ولا حد يشرب سجاير جنبه، ولا نحطه في الشمس. دي مميزات وعيوب الكونسنتريشن تكنيك. خلاص انا عملت العينه بتاعتي وحضرتها وحطيتها تحت الميكروسكوب، ظبطت الميكروسكوب بتاعي، جبت الفيلد وظبطت الاضاءه، وبدأت أشوف تحت الميكروسكوب إيه اللي أنا ممكن أشوف. ممكن أشوف حاجة زي دي، عارفين دي إيه؟ دي الإتش نانا إيج، دي كومان جدا وهتقابلوها كتير قوي، موجودة في ناس كتير، في أطفال طبعا، حتى من اسمها كده بنقول نانا، بنعلم إن هي موجودة في الأطفال. هي ممكن طبعا تبقى موجودة في الكبار، بس يعني هي كومان قوي في الأطفال. هنلاقيها عاملة إزاي؟ زي ما إحنا شايفين كده. اول حاجه بتخليني القطها تحت الميكروسكوب السايز بتاعها، وده هيجي بالشغل الكتير. عينك هتبدا تلقط حجم الاكس، بتبقى ميديوم سايز. بعد كده هلاقيها في زي ما احنا شايفين في دايره جوه ودايره بره، في سيكشن ما بينهم، هلاقي في خيوط رفيعه. طب انا مش هشوف التفاصيل دي كلها على عدسه 10، خلاص على عدسه 10. انا شكيت فيها على عدسه 10، لقيت في دايره جوه ودايره حواليها بره كده مديها شكل، وفي بينهم حاجة، بس انا مش شايف قوي. اعمل ايه؟ انقل على عدسة 40، هيبان لي التفاصيل بالظبط زي ما احنا شايفينها كده. طيب دي ايه؟ دي انتروبيس ايج اللي هي الدودة الدبوسية. بلاقي الايج برضو هجيبها بالسايز، بتبقى ميديوم سايز. الميديوم سايز ده مثلا هتلاقيه 60 في 30، 60 في 40، 70 في 45، يعني في الرينج ده. برضو بتجيبها بكتر التعود، كتر ان انت تشوف عينات كتير، عينك بتبدا تلقط السايز. هلاقيها شكلها عامله زي دي شيبد، شكل حرف الدي، تلاقي من ناحيه كده فلات ومن ناحيه تانية كونفكس، وجواها مين؟ اللارفه. ودي فعلا موجوده برضو كتير، الانتروبيس. طيب دي صوره التانية ايج، هلاقيها عامله زي في سيكشن، القشره بتاعتها تخينه، وما بينهم في ستريشن، في خطوط، دي اهم حاجه هتعرفها بيها. يبقى سيكشن، القشره بتاعتها تخينه كده، وما بين الطبقتين بتوعها هتلاقي في خطوط، يبقى ستريتد سيكشن، وجواها طبعا في كونتنت.
انا بصراحه ما شفتش التينيا ايج في العينات اللي كنت بجمعها، احنا كنا بنشوفها عندنا في المعمل بس ما شفتهاش في عينات، ما شفتهاش في عيانين يعني. بس احنا بناخدها عشان انت ممكن تشوف حاجه في العينه تلخبطك بيها زي الاير بابل، فقاعات الهواء بتلخبط مع التينيا ايج، هنشوفها كمان شويه فانت تبقى عارف التينيا ايج. برضه في عيانين بس قليلين شويه. دي عندنا ايه الفاشيولا ايج زي ما احنا شايفينها كده، برضو هعرفها بالسايز بتاعها، حجمها كبير مش زي اللي فاتوا، لا ده حوالي بقى 140 في 70 مايكرو. برضو قلنا عينينا بترق بعد كده السايز بالشغل الكتير. ايه الحاجه اللي فوق دي المقطوشه اللي فوق المقطوعه فوق دي، دي الابركلام الغطا بتاعها، يبقى انا هعرف ان هي لارج سايز والاقي لها اوبركلام. زي ما احنا شايفين برضو الشيل بتاعها هتلاقيه كده سموث مفيهوش اي تعريج، يبقى لارج سايز اوبركليتد، دي هنفكر ان هي مين الفاشيولا ايج. طيب ديت دي الاسكاريس ايج، عندنا في منها فرتايل وفي انفرتايل. الانفرتايل بيبقى طويله شويه توصل حوالي 60 مايكرو في الطول بتاعها، ديت مثلا حوالي 60 تبقى اولينجيتد الانفرتايل، وتلاقيها بتلمع من جوه فيها كده ريفراكتايل كريستالز. ايه اكتر حاجه تميز الاسكاريس ايج؟ هما حاجتين، السكشن القشره بتاعتها تلاقي تخينه، الحاجه الثانيه تلاقي فيه ماميليشن. ماميليشن يعني حاجه كده عامله زي الفستونات على الكفر بتاعها او على الشيل بتاعتها، تلاقي من بره كده معرجه كده عامله زي فستونات الستاير كده. دي اكتر حاجه مميزه ليه الفستونات اللي عليها دي او ماميليشن والسكشل طبعا. طب الصوره دي سهله جدا طبعا، شايفين في لاترال سباين في شوكه جانبيه، يبقى ديت مين شيستيزوما مانسوني ايج ولارج سايز. طب دي مين؟ دي حاجه مدوره كده عامله زي الجنيه بالظبط يعني، وتلاقي سموس البوردر بتاع من بره سموس، حاجه كده مرسومه كده بالجنيه لونها بني. لونها بني ليه؟ لانها مصبوغه ايودين، واخده صبغه الايودين بتبقى بني، فانا شكيت كده ان هي بروتوزو. فيها جواها تو نيوكليوي، الدايرتين اللي جواها الغامقين دول اتنين نيوكليوي. وايه اللي عليه السهم ده؟ ده الكروماتويد بودي، شايفينه له راوندد اند، طبعا تاخدوا الكلام ده كله في العمل. يبقى دي انتاميبا هيستوريتيكا سيست. بس يا دكتوره ده الانتاميبا هيستوريتيكا سيست ده بيبقى فيها اربع نيوكليوي، ليه هنا في اتنين نيوكليوي بس؟ زي ما قلنا في الاول ان احنا دايما ايدينا على الفاين ادجستمنت، لان ده مجسم مش سطح، حاجه له ابعاد، فلازم ايدي باستمرار على الفاين عشان اللي هيجي في الفيلد ده مش هيجي في الفيلد التاني. وانا بحرك الفاين كده هلاقي الاتنين نيوكليوي دول موجودين، وانا بحرك هلاقي فين اتنين نيوكليوي تانيين ظهروا لي في مكان تاني، يبقى هما كده اربعه نيوكليوي. والكروماتويد بودي طبعا له راوند اند، يبقى ده على طول انتاميبا هيستوريتيكا سيست. طيب امال مين دي؟ دي انتاميبا كولاي سيست. ايه الفرق بينه وبين انتاميبا هيستوريتيكا سيست؟ اول حاجه برضو نخلي بالنا اللي هي لونها بني مصبوغه بالايدين اهي. الحاجه الثانيه دي حجمها اكبر شويه من اللي فاتت، حجم اكبر. طيب ايه اللي جواها ده؟ ده نيوكليات كتير، ده مش اتنين بس زي اللي باينه في اللي فاتت، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، دول خمسه باينين. الانتاميبا كولاي النيوكلي ادام عدتها وطلع اكتر من اربعه يبقى انا في كولاي، اقل من اربعه يبقى انا في هيستوليتيكا. طب وانا بفرقهم ليه؟ هيفرق يعني اما اقول ده اما اقول انتاميبا وخلاص اطلع في الريبورت بتاعي انتاميبا وخلاص؟ لا هتفرق طبعا، لان انتاميبا هيستوليتيكا هدي تريتمنت لانها باثوجينيك بتسبب مرض لازم ادي علاج، انما انتاميبا كولاي لا، كل الناس تقريبا عندها انتاميبا كولاي ما تعملش اي مشاكل وما بدلهاش علاج، يبقى انا لازم اعرف افرق ما بينهم. دي صوره ايه دي؟ حاجه اوفال كده لها عينتين كده تو نيوكليا باينين في عند وان بون، وفي عصايه في النص اللي هو الاكزوستين، دي تبقى الجيارديا سيست. دي سهله جدا وحالات كتير جدا جدا هتقابلها كتير قوي. يبقى حاجه اوفال المفروض فيها اربعه نيوكلياي، طبعا مش هيبانوا لي في فيلد واحد، بتحريك الفاين هيظهروا الاثنين الباقيين. هلاقي فيه عصايه في النص كده اللي هي اسمها الاكزوستين، والاقي فيه حاجه كده بالعرض زي عصايتين كده بالعرض صغيرين، دول بارا بيزال بادي، يبقى دي مين
الجيارديا سيست، برضو لونها بني لانها مصبغة ايودين. طيب ايه ده نتلخبط فيها في العينات لما بنيجي نشوفها، لا حاجات صغيرة كده نقول ده سيست، ده انت ميبا سيست، لا ديت مين، دي ار بي سيز ووايت بي سيز، خلايا دم بيضة وحمراء موجودة في العينة ويست. طيب انا اعرفهم ازاي؟ إيه الحجم طبعا، دول بيبقى مثلا الار بي سيز مثلا بتبقى حوالي 10 مايكرو، نخلي بالنا هنا الار بي سيز مش هيبقى فيها نيوكليوي، انما الوايت بي سيز اللي هي ايه هتحس ان فيها نقط كتير جواها. هتحط صورة الايودين، انت العينة بتاعتك اهي شفت فيها الشكل ده، انا مش عارف مش متأكد برضو ان دي ار بي سيز ووايت بي سيز، اعمل ايه؟ حط نقطتين الايودين. لقينا شفنا صورة من الصورتين اللي احنا شفناهم قبل كده، حاجة مدورة واضحة كده، سيست محترمة، السايز بتاعها طبعا مش ده، هلاقي في النيوكلياي واضحة، لقيتهم اقل من 4 انت ميبا سيستك، اكتر من 4 انت ميبا كولاي، غير كده لأ. يبقى لازم اشوف السيست بالمنظر اللي انا شفته قبل كده عشان اقدر اقول ان دي سيست، محدش يتلخبط فيها. طب ايه دي؟ برضو محدش يتلخبط فيها ويقول لي دي تيني ايج، لا غلط دي اير بابلز، عشان كده احنا بنقول لما بنيجي ننزل بالكفر بننزل على الغطا بتاع الشريحه بننزل بالراحه عشان ما يجمعش اير بابلز كتير كده زي ما احنا شايفين، وان كان وارد طبعا يبقى فيه اير بابل حتى لو نزلت بالراحه بس هيبقى عددها اقل. ما اجيش اقول بقى دي تيني ايج ليه؟ ده سيكشيل اهي، ده طبقتين تخنهم، لا فين الاستريشن اللي ما بينهم؟ انت شايف اي خطوط ما بين التوليرز؟ لا يبقى خلاص. الحاجه الثانيه لو ناخد بالنا فيها في فقاعات هواء صغيره وفي كبير، التاني اج لا هيبقى كلها حجم واحد. الحاجه الثالثه هنا نشوفها من جوه تحس ان هي ماسحه ابيض، لا التاني اج بيبقى جواها كونتنت، بيبقى فيها هيكسا كانسي امبري، بيبقى فيها زي 6 شوك كده، انت بتبقى حاسس ان فيها كونتنت، انما دي تحس ان هي ماسحه من جوه بيضه من جوه، يبقى دي ايه؟ دي اير بابلز. طيب دي ايه؟ دي فايبرز مثلا، ممكن تبقى 100 فايبرز، فانت ما تشوفهاش تقول ده دودوده، ماشي خلي بالك. دي ايه؟ دي بلانت سيل، لو حد واكل خضار كتير او كده هتلاقي المنظر ده. ليه احنا حاطينه؟ عشان ما نقولش دي فشوله، يعني كل اللي يهمني ان ما تقولش دي فشوله لان حجمها كبير، ممكن تلخبطك مع الفشوله، ولكن دي هنلاقي احجام مختلفه، ممكن هنلاقي الاحجام كلها مش قد بعض، انما الفشوله ايه هنلاقيها كلها زي بعض. هتلاقي الاوتر سيرفيس بتاع الريجولار تلاقي من بره كده مش سموث كده، حاجه مساويه الايج واخده شل زي قشره البيض واخده شكل محترم، لا دي ممكن تلاقي فيها تعريج مش واضحه قوي، وبرده هنا مفيش ابرك، لما مفيش الغطاء اللي كان موجود في مين، في الفشوله ايه. وبرده مع التدريب والشغل الكتير هنبدا نعرفه. طب دي صورة ايه بقى؟ حاجة اسمها شاركوت ليدن كريستال، دي عبارة عن ديجراديشن بتاع الايزينوفيل. الايزينوفيل دي خلايا من انواع خلايا الدم البيضاء، بتبقى نوع منها يعني، بتبقى موجودة في البارازيتك انفكشن في حالة وجود البرازيت او لو حد عنده حساسية، فتنزل لي في الاسود بالشكل ده شاركوت ليدن كريستال، كريستالات بتاع الايزينوفيل. ديت الحاجات ده اكزامبلز الحاجات اللي ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب في شغلها. قبل ما نخلص الاكزامينشن يهمنا اكد على كام نقطه كده، ريمبر ما تنساهاش، اكزامين دايريال اند ديزنتريك ستولز ويزن 30 مينتس افتر ستول باسج، لازم تفحص عينات، انت هتبص على العينه اول ما تاخد لقيتها اسهال او ديزنتري، ديزنتريك ستول يعني في تعنيه، يعني ايه تعنيه؟ يعني مخاط ودم، تعنيه تساوي مخاط ودم. العينه دي على طول لازم تفحصها خلال ماكسيمم 30 دقيقه، خلال نص ساعه بيك كتير لازم تتفحص، لان متوقع ان انت هتلاقي فيها تروفوزويد والتروفوزويد بيموت خلال 30 دقيقه. الحاجه الثانيه اللي انا هشتغلها دايركت سين سمير الاول، لان التروفوزويد بيموت ب كونسنتريشن تكنيك او ب جهاز السنترفيوجيشن. تاني حاجة examine the slide systematically and don't forget polyparasitism، ما تستسهلش وتحط السلايد لقيت ليجن او لقيت حاجة شفتها خلاص يبقى هي دي وخلاص، لا احنا بنبدأ من كرة وبنمشي systematically شكل الزجزاج كده، نمشي على السلايد كلها عشان ممكن يبقى فيه اكتر من باراسايت.
size is an important criteria in identification of parasites. ايه اللي بيخليك تشك في الحاجة اصلا تحت الشريحة؟ هو السايز بتاعها. فالسايز ده حاجة مهمة جدا عشان تتعرف على البارازايت. طيب انا عملت العينة بتاعتي دلوقتي وطلعت نيجاتيف، هل ده معناه ان العين ده ما عندوش؟ لا، انا محتاجة اخد 3 سبيسمين، 3 عينات بين كل عينة والتانية 3 دايز، 3 ايام قبل ما اقول ان العين ده ما عندوش بارازايت. ليه؟ لان في بعض انواع البارازايت ممكن ما بتنزلش الايج باستمرار، مش كل يوم هتلاقيها منزله الايج، في بتنزل كل 72 ساعه زي السيست بتاع الجيرديا مثلا، فهتلاقي الاورجانيزم مش بينزل كل يوم. افرض انت عملت التحليل النهارده في يوم ما نزلتش في الايج او السيست، هنعمل ايه؟ هتقول ده نيجاتيف؟ لا، هو مش نيجاتيف، انت لو عدت التحليل كمان 3 ايام ممكن يطلع، ما تلاقيش، ممكن نعيد التحليل بعدها ب3 ايام كمان. برضو نخلي بالنا ان لو واحد راح عمل مثلا دايركت سين سمير ما طلعش فيه، دي برضو مش معناه ان هو ما عندوش، احتمال يكون عنده بس التكنيك ليه سنسيتيف، بياخد جزء صغير قوي من الستول، فهي ايه طلع النيجاتيف وهو مش نيجاتيف. هنخلي بالنا من النقطه دي. عشان كده بيقول لك ان الدايركت ويت ماونت اكزامينشن نوت ريكومندد الون فور روتين اكزامينشن. انا بقول لكم اللي بيحصل في المعامل غالبا هو الدايركت ويت ماونت ده، او الدايركت ويت ماونت اللي هو الدايركت سين سمير، هو ده اللي بيحصل، فهيطلع لي النتيجه نيجاتيف وهو مش نيجاتيف، هو عنده فعلا. عشان كده بيقول لك بيفضل معاه الايه الكونسنتريشن تكنيك. وفي نفس الوقت بقولك انا مش دايما لازم استبعد اكسبلود الويت ماونت او السين سمير. ليه؟ لان التروفوزيت زي ما اتفقنا بتموت مع جهاز الطرد المركزي، فمش هينفع مع الكونسنتريشن، صح؟ يبقى في الحاله ديت محتاج اعمل ايه؟ ويت ماونت. يبقى الاثنين بيكملوا بعض، كل واحد له مميزاته وعيوبه. كده نكون خلصنا الاكسول اكزامينشن، دي اكتر حاجه تهمنا بالنسبه للبارا سيتولوجي، لان يعني معظم الطفيليات موجوده انتستينال، موجوده انتستينال برضات يعني طفيليات معويه، فبالتالي عشان الاقي الاج بتاعتها ولا الاورجانيزم نفسه هلاقيه في مين؟ في الاستون. تاني حاجه ممكن ناخدها النهارده في الدايركت ايدنتيفيكيشن، هشوف البرازيت في عينه بتاعتي زي اليورين اكزامينشن، فحص عينه بول. الميديكال باراسيتولوجي ذا مين ايم اوف يورين اكزامينشن، اهم حاجه عندي في البارا هي مين؟ الشيستيزوما هيماتوبيم اف. احيانا ريرلي ممكن الاقي حاجه اسمها المايكروفلاري بتاع الشريبان بروستي، دي انا بعرفها ازاي اصلا قبل ما اشوف؟ بتلاقي العيان جايب لك تحليل البول عامل زي اللبن بالظبط، تشوفها كده انت مش هتعرف تفرق ان هو لبن ولا بول، غير ما هو العيان يقول لك دي عين البول، تلاقي بالظبط لونها ابيض زي اللبن، دي حاجه اسمها كايليوريا. لو جيت فحصتها تحت الميكروسكوب هتلاقي في مين؟ المايكروفلاري. ممكن برضو نلاقي الانتروبيوس ايج اللي هو الدودة الدبوسية، البويضات بتاعتها. ليه؟ لأنها بتبقى موجودة حوالين فتحة الشرج، فممكن يحصل كونتامينيشن لليورين وهو نازل بالإج دي، أو تريكومونس فاجينالز لأنها موجودة فين؟ في الفاجين، فممكن تنزل مع اليورين. يبقى دي البارازايت اللي ممكن أشوفها في تحليل البول. أهم حاجة تمنش الشيستوزوما هيماتوبيا، ولكن ممكن أشوف أحيانا البشرية بانكروفت مايكروفلاري، ممكن أشوف الانتروبيس إج، ممكن أشوف تريكومونس فاجينالز تروفوزوت. ايه هي الميثودز اللي ممكن افحص بيها اليورين؟ عندي 3 طرق: سيديمنتيشن تكنيك، فلتريشن تكنيك، هاتشنج ميثود. سيديمنتيشن اللي هو الترصيد، فلتريشن اللي هو الترشيع، الهاتشنج اللي هو ايه تفقس. نبدا سيديمنتيشن تكنيك. زي ما احنا شايفين كده هسيب سيديمنتيشن يعني ترصيد. الصوره اللي عندنا الشمال انا خدت عينه البول حطيتها في انبوبه كونيكال، كونيكال يعني عامله زي القمع من تحت كده ودبابه من تحت زي ما احنا شايفينها، واسيبها ربع ساعه تلت ساعه واسيبها ترصب. انت لو جبت حبه ميه وركنتهم شويه هيرصبوا تحت، هو نفس الكلام هترصب تحت. الترصيب الجزء اللي اترصب تحت ده هناخد منه نقطتين نحطهم على الشريحه ونفحصها. طيب انا مستعجل مش فاضي، مش هقعد استنى لسه ربع ساعه وتلت ساعه،
بعد ما خدت العينه بتاعتي في الكونيكال تيوب دي هبدا احطها في جهاز الدرج المركزي لمده 2 دقيقة، هيديك على طول السيدمنت. هبدا اخد نقطه من وافحصها تحت الميكروسكوب. سهله السيدمنتيشن تكنيك. حاجه الفلتريشن اللي هي عمليه الترشيح. الترشيح يبقى هستخدم فلتر بيضه ورق ترشيح. الصيص بتاعي بيبقى حوالي 12 ل 20 مايكرو بور سايز. حجم البورز بتاعته الاخرام بتاعته من 12 ل 20 مايكرو. ليه؟ عشان تقدر تعمل ترابنج، تحجز لي الاجز، الاجز تبقى اكبر من حجم البورز دي فما تعديش. وبعد كده هبدا اعدي البول على الفلتر بيبر دي، هيبدا يحجز لي فوق مين الاج. لو فيها اي اج هتبدا تتحجز على الفلتر بيبر دي. هبدا اخدها وافحصها تحت الميكروسكوب، ممكن اصبغها باللوجلز اي دي. طب هاتشنج موسيل، احنا بنقول احنا اكتر حاجه بنعمل عشانها تحليل البول بالنسبه للبارة هي الشيسيزوما هيماتوبيوم اج. انا هبدا هعمل سيدمنتيشن تكنيك، اسيبه يرصب، هاخد السيدمنت بتاعت اليورين اللي هي في الاخر دي وابدا احطها في طبق بيتري ديش، وابدا احط اضيف ليها وورم ديستال دوتر، ميه مقطره كده دافيه، واسيبها لمده ربع ساعه. لو هي فيها شيسيزوما هيماتوبيوم اي وفايبل هتبدا تفقس، عشان كده اسمها هاتشنج. تبدا تفقس وتطلع لي مين المراسيل. طب انا هشوف، ويبدا يسبح كده في الميه اللي موجوده في قلب الطبق دي. طب انا هشوفها ازاي؟ هشوفها بالاي لينس، عدسه مكبره. ذا فايبل اي اونلي هاتش، خلي بالنا ان لو عنده بس الاج ميته مش هتفقش. يبقى الهاتشنج ميثود دي بعملها، باخد الجزء بتاع السيلمنت اللي تحت ابدا احطه في طبق واحط عليه نقطتين ميه دافيه، ميه دافيه لمده ربع ساعه، هيبدا يفس ويطلع لي البراسيل اللي هشوفها بالاي فلاس. ده بالنسبه لمين؟ لليورين اكزامينشن. بعد كده برضو تبع الدايركت اللي هو البلاد اكزامينشن، هفحص عين الدم. ايه هي البارازايتس اللي ممكن اشوفها في عين الدم؟ ممكن اشوف البلازموديوم او الملاريا، ممكن اشوف الفلاريا، تريبانسوم، بابيزيا، فيسرال ليشمانيز. يبقى دي بارازايتس ممكن اشوفها في البلاد. زي ما احنا شايفين الصوره اللي موجوده دي، عندنا في حاجه اسمها سين سمير وسيك سمير. سين يعني رفيعه، يعني اخدت فرد الشريحه زي ما احنا شايفين كده تحس لونها بهتان. طب سيك سمير تخينه كده زي ما احنا شايفين سيك سمير. طب ايه السين والسيك سمير دول؟ دي الطرق اللي ممكن افحص بيها او احضر بيها عينه البلاد بتاعتي. السين بلاد فيلم، انا باخد بشك العيان، باخد نقطه دم واحده بس وابدا افردها على الشريحه بتاعتي. انما السيك بلاد سمير لا، ده انا ببدا هشك العيان برضو، هبدا اخد 4 نقط دم من العيان وابدا احطهم على الشريحه بتاعتي، وبعد ما احطهم ابدا اكسرهم بزاويه كده بكورنر كده من سلايد. يعني همسك سلايد وابدا اكسر الار بي سيز اللي انا خدتهم احطهم على الشريحه. السن اسمه سن ليه؟ عشان خدت دروب واحده. السك اسمه سك ليه؟ لان خدت 4 دروبس من البلاط. طبعا السك هيبقى افضل ليه؟ عشان كميه دم اكتر شويه، فهيبقى مور يوسفول فور ديتكتنج ذا بريزنس اوف بارازايتس. صح، هيبقى افضل ان هو احتماليه انه يطلع لي بارازايت هتبقى اكتر شويه من السن. امال انا بعمل السن ليه؟ لا، عشان اعرف السبيشيز بتاع الملاريا. السن بلاد فيلم انا قلت بحط نقطه الدم وخلاص وانتهت، ما بكسرش الار بي سيز، فبالتالي الملاريا جواها الرينج ستيج مثلا هتبان لي جوه الار بي سيز، جوه خلايا الدم الحمراء دي. هبدا اشوف الرينج ستيج دي واخده سوس الار بي سيز ولا واخده ثلثها، بالتالي هعرف هي انهي نوع، دي فيفاكس ولا اوفال ولا ملاري ولا فالسيبرم. هبدا اعرف نوعها، يبقى هشوف الار بي سيز انتكت، خلايا الدم الحمراء بتبقى سليمه. انما في السيك بلاد فيلم لا، بتبقى مكسره، ببدا اكسرها كده بزاويه من سلايد، وبالتالي مش هيبقى شايفه انتكت ار بي سيز. هيبقى لو في برازات هيبقى لي رينج ستيج مثلا، انما انا عارفه دي على حجمها ايه بالنسبه للار بي سي فاقدر احدد هو انهي نوع من الملاريا. لا مش هيحصل. امال بعمل ليه السيك؟ عشان بزود احتماليه ان انا الاقي البرازات، لاني هستخدم كميه دم اكتر. عندنا تاني تبع الدايركت ايدنتيفيكيشن حاجه اسمها راديولوجيكال اند ايمجينج تكنيك اللي هو الاشعه. ايه هي الاشعه اللي انا ممكن استخدمها؟ الاكس راي،
الأشعة العادية أو الأشعة السينية، سونوجرافي، سونار، كمبيوتر توموجرافي أو السي تي الأشعة المقطعية، ماجنتيك ريزونانس إيميجينج، إم آر أي هو أشعة الرنين المغناطيسية. طب ودي بتساعدني في ايه في البارة؟ يعني ممكن تساعدني في التشخيص، زي مثلا الأسكيرس، وقاعد أعمل أشعة ولا فيها حاجة كده زي التعبان كده واخدة مالية اليومن كده وعاملة زي التعبان، أفكر إن هي أسكيرس. ممكن أشوف الباثولوجيكال ليجن بتاع البلهارسيا بيبقى عامل ازاي. لو حد بيعمل سونار تلاقي الدكتور مثلا يلاقي حوالين البورتال تراك تلاقي فيه فايبروزس، حاجة اسمها بيري بورتال فايبروزس، دي كاركترستيك من الشيستوما. وبالتالي ممكن أتابع الكورس بتاع الديزيز، أشوف الليفر أخباره ايه، اللي عمال يزيد الباثولوجي ولا خلاص، يبقى هتابع الكورس بتاع الديزيز برضه في الشيستومايسيس اللي هو البلهارسيا. ممكن فولو اب اند اسسمنت اوف تريتمنت، اشوف العلاج زي في حالات الهايداتيد سيست، اشوفها اختفت قلت تمام، يبقى فولو اب للتريتمنت بتاع الهايداتيد سيست. ديت رول بتاع الراديولوجي في الباراسيتولوجي. احنا قلنا اتفقنا من الاول ان حاليا التشخيص في اي حاجه بيعتمد على العلم دايركت، اللي انا هشوف الحاجه بعيني زي ما اتفقنا، وخدناها في اللي فات، وخدنا الستول واليورين والبلاد، وخدنا الراديولوجي. الحاجة التانية اللي هي indirect identification of parasites، اللي انا هستدل على وجود البرازيت، مش هشوفه بعيني، انا هستدل على وجوده. الكلام ده ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها السيرولوجيكال اسي. السيرولوجي احنا عارفين لما بناخد عينة الدم ونفصلها في جهاز السنترفيجيشن وجهاز الطب المركزي بيعمل لي سيرم. السيرم ده انا باخده وافحصه وادور على انتيجين فيه او على انتي بودي، يبقى ده اسمه سيرولوجي او سيرولوجيكال اسي. لو هدور على انتي بودي يبقى اسمه انتي بودي ديتكشن اسي، بشوف انتي بودي. لو بدور على انتيجين يبقى انتيجين ديتكشن اسي. الحاجه الثانيه ممكن اعملها هي السكين تيست. عندي نوعين، immediate type hypersensitivity و delayed type hypersensitivity، اللي هو اختبار حساسيه زي ما بنقول، وهنشرح كمان شويه. وعندنا كمان ال PCR. نبدأ ب ايه اهمية اصلا الاميونو دياجنوزيس بالنسبة للبرازيتيك ديزيز. يعني مثلا بقول سيرولوجي، بقول سكينتس، ايه اهمية الكلام ده؟ يعني هيفيدني في ايه هنا؟ بعمله ليه؟ تمام، يكفيني الدايركت وخلاص وخلاص؟ لا، هيفرق طبعا معايا. To diagnose in case of difficult or impossible sampling for direct diagnosis. يعني انا دلوقتي مثلا حد عنده برازيت في البرين، عنده مشكله في البرين، هروح اخد عينه من البرين افحصها امسكه، ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش. امال في الحاله دي بعمل ايه؟ بدور على السيرولوجي، بدور على اجسام مضاده في دم العيان ده او على انتيجين، يبقى هستخدم طريقه اندايركت مش هستخدم الدايركت، لان في الحاله دي هيبقى ديفيكالت او امبوسيبل ان انا اخد عينه. الحاجه الثانيه ممكن تو ديجنوز انفيكشن early before appearance of diagnostic stage، يعني بدري قبل اصلا ما يظهر لي اي اعراض للمرض انا ممكن اعمل ايه؟ الاقي الاجسام المضاده في جسمه. sensitive in cases with low parasite load، كويسه يعني انا ممكن اعمل دايركت ما الاقيش اورجانيزم، ما الاقيش بارازايت، عشان البارازايت قليل. احنا عارفين ان التكنيكس بتفرق في السنسيتيفيتي بتاعتها، ممكن ازود انا السنسيتيفيتي بحاجه من السيرولوجي مثلا، يبقى هزود لي السنسيتيفيتي. يوسفول فور سيرفي اند سكريننج ستاديز، في اللي هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا دراسات مسح شامل، يجي يغطوا منطقه كده عايزين يعرفوا فيها مرض كذا، ده اسمه سيرفي او سكريننج ستادي. فيبدا يقعد عينات دم ويشوفوا المرض ده موجود ولا لا. بلاد دونر سكريننج فور بلاد ترانسميتد بارازايت، لو واحد جاي يتبرع بدم وانا عايز اشوف في مثلا عنده ملاريا ولا لا، عنده ايه تريبانسوما ولا الحاجات الموجودة في البلاد، فانا هبدأ ايه؟ اعمل له سيرولوجي. تو مونيتور ذا كورس اوف ان انفكشن، عشان اتابع الكورس بتاع الديزيز ده، المرض ده اختفى بعد العلاج كده خف خلاص وانتهى يعني ولا لسه. تو ايفالويت هاو بروتكتد يو ار اجينست بارازايت، عشان يعرف انت عندك مناعة ولا لا من المرض ده. مثلا زي في حالات بعد التطعيم لما بيطعموا حد، المفروض الأجسام المضادة تعلى في جسمك جدا، فالمفروض نقيسها
عشان اشوف الشخص ده فعلا بقى بروتكتد ولا لا. يبقى في الحاله دي سرولوجي برضه بتكشف مثلا انت فاضي، تمام كده. يبقى اللي احنا بنتكلم فيه الاندايركت، لا احنا مش هنقول هنكتفي بالدايركت، لا في بعض الحالات زي اللي احنا شايفينه قدامنا دي بنحتاج فيها الاندايركت تكنيك. نتكلم اولا على السيرولوجيكال اي سي. قلنا السيرولوجي اللي احنا هنبدا ناخد عينه الدم ونفصلها في جهاز الطرد وناخد السيرم نشتغل عليه. لو انا هدور على انتي بودي يبقى اسمه انتي بودي ديتكشن اي سي. لو انا هدور على انتي بودي في دم العيان يبقى انا عندي في المعمل ايه؟ الانتيجين، لان السيرولوجي بيعتمد على انتيجين انتي بودي رياكشن، شوفهم مسكوا في بعض ولا لا. فالانتي بودي ديتكشن اي سي هدور على الانتي بودي في دم العيان، ميزته ان هو مور سنسيتيف ولكن له شويه عيوب. كانت ديفرنشيت بين سبيشيز اند سب سبيشيز. مثلا الجسم هيكون اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي مش شرط تتفاعل مع الطفيل او الميكروب ده بس، لا ده هي ممكن تكون بتتفاعل مع اكتر من ميكروب، وبالتالي مش هقدر افرق السبيشيز سب سبيشيز، بالتالي هيحصل كروس رياكشن مع اذر جينير، لان الانتي بودي دي مش للاورجانيزم ده بس، ده لاورجانيزمز كتير. برضو كانت ديفرنشيت بين الاكيوت والكرونيك الا في بعض الحالات، بستخدم طريقه معينه عشان اقدر اميز ده اكيوت او كرونيك. بس هو الطريقه التقليديه او العاديه بتاعتنا اللي هو اكيوت وكرونيك لا مش هتبدا تفرقهم من بعض، وبالتالي مش هقدر استخدمها في الفول اب بتاع التريتمنت. يعني اديت العيان علاج وعايز اشوفه خف ولا لا، انا ممكن اجي اشوف الدم بتاعه لا فيه لسه الاجسام المضاده، فبالتالي هو مش اكلت للفلو اب افتر تريتمنت الا في بعض الحالات. فولس نيجاتيف ريزلت، ممكن يديني فولس نيجاتيف يطلع لي ان العيان ده ما عندوش وهو عنده. طب ليه؟ اصل انا طلبت منه التحليل بدري قوي قبل ما الجسم يتكون اجسام مضاده، فبالتالي هو لسه ايه، هو لسه ما عندوش اجسام مضاده وانا عملت له التحليل بدري فيديك نيجاتيف ريزلت ولكنها فولس مش حقيقي. يبقى مميزات الانتي بودي اللي هو مور سنسيتيف، عيوبه كانت ديفرنشيت بين سبيشيز والسب سبيشيز وكروس رياكشن مع الجينرال تانية، مش هقدر افرق الاكيوت من الكورونا، تاني مش هقدر اتابع بيه تريتمنت. خلي بالنا اللي احنا لو عملناه بدري قوي هيدينا فولس نيجاتيف ريزلت. طيب الانتيجين ديتكشن يعني ايه؟ اللي انا ادور على الانتيجين في جسم العيان. الانتيجين دي بيبقى حته من الاورجانيزم، جسم غريب، حته واقعه منه او حته بيفرز، حاجه بيفرزها. طبعا هو له مميزات كتير قوي، عيبه ان هو للسنسيتيف عكس الانتي بودي ديتكشن اس. ليه بقى للسنسيتيف؟ عشان اقدر اعمل له ديتكشن والاقيه ويطلع لي نتيجه لازم يبقى موجود بكميه كبيره، موجود بكميه كبيره قوي عشان يقدر يطلع لي نتيجه، فبالتالي هو هيبقى ليس سنسيتيف. ولكن له مميزات كتير قوي، مثلا كان ديفرنشيت بين سبيشيز والسب سبيشيز، لان كل اورجانيزم له الانتيجين بتاعته، حتى السبيشيز بيختلف عن السب سبيشيز في الانتيجين بتاعته. الحاجة التانية اللي انا لو ما استخدمتش يوز اوف نون سبيسيفيك بين اوف نون انتي بودي مي ليد تو فولس بوزيتيف ريزلت ديو تو بريزنس اوف كروس ريأكشن. انا حبيت بس احط الكروس ريأكشن هنا قصاد الكروس ريأكشن هنا. انا بقول ان انا بديتكت انتيجين في السيرم بتاع العيان، يبقى انا عندي ايه في المعمل بتاعي؟ انتي بودي. احيانا في معامل بتستخدم بولي كلونال انتي بودي، اجسام مضاده مش بتتفاعل بس مع الاورجانيزم ده او مع الانتيجين ده بس، ده مع اكتر من انتيجين فهيتفاعل معاه، بس هو اوريدي مش عنده الانفكشن ده، يبقى ده اسمه فورس بوزيتيف ريزلت، بيحصل نتيجه ايه؟ الكروس ريأكشن. ده في حاله استخدام البولي كلونال انتي بودي. طيب انا لو استخدمت مونو كلونال انتي بودي ده النتيجه تبقى ممتازه، يعني هيبقى مور سبيسيفيك. ماشي. الانتيجين برضو بيفرق ان هو هيفرق لي ده بريزنت انفكشن ولا بس انفكشن، يعني انا لو لقيت الانتيجين ده بريزنت موجود ما لقيتهوش خلاص كده بس انفكشن، وبالتالي ممكن اتابع بيه في التريتمنت. بس نخلي بالنا، يعني انا دلوقتي اديت العيان علاج، المفروض اما اجي اعيد التحليل مثلا ادور على انتيجين مش هلاقيه لان الاورجانيزم مات خلاص مش موجود عنده اصلا، فهقدر اتابع بيه التريتمنت. ولكن نخلي بالنا
في بعض مثلا البرازايت انا ما بدي علاج بيعمل لي ستور، بيفرز لي كميه انتيجين بكميه رهيبه، فجاه اسا هلاقيها اعلى مما انا كنت قبل ما ادي العلاج، فانا مش بعمل التحليل ده على طول بعد التريتمنت، يعني مثلا مش اقل من 6 اسابيع على ما اعيده تاني. يبقى دلوقتي الانتيجين ديتكشن اسي عرفنا ان هو ليه سنسيتيف، في حاله استخدام البولوكلونال انتي بودي بيديك فولس بوزيتيف ريزلت، ولكنه بيقدر يفرق لي السبيشيز من السب سبيشيز، بيقدر يفرق لي البريزنت من الباست انفكشن، اقدر اتابع بيه بعد التريتمنت، بيبقى مور سبيسيفيك لو استخدمت مونوكلونال انتي بودي. مونوكلونال انتي بودي يعني انتي بودي ضد الانتيجين ده بس، مش هيعمل كروس رياكشن مع حاجه ثانيه. ده بالنسبه للسيرولوجيكال اسي. طيب تاني حاجه السكين تيست، عندنا نوعين من السكين تيست اللي هو اختبار حساسيه، immediate type هايبر sensitivity و delayed type هايبر sensitivity. immediate type ده اللي بيحصل على طول، عارفين مثلا ما تيجي تعمل اختبار حساسيه وتلاقيه بعد شويه كده، ممكن بعد ربع ساعه مثلا تلاقيه احمر وورم مكانه كده، هو ده immediate type هايبر sensitivity. delayed type لا، ده ممكن يقعد لحد بعد 72 ساعه على ما يدي نتيجه. من هنا كان الاسم. يعني اكتر حاجه تهمنا عندنا في البار في السكين تيست هو المونتينيجرو تيست فور ليشمانيزيس، ونبقى عارفين ان ده نوع من ديلي طيب هايبر سنسيتيفيتي. اكتر حاجه انا بستخدمها في التشخيص الباراسيتولوجيك سكين تيست هو المونتينيجرو تيست للليشمانيا، وبقدر اتابع بيه التريتمنت كمان. طيب تاني حاجه عندنا سكين بريك تيست فور انسكت الرجي عشان اعرف عنده حساسيه من الحشرات ولا لا، الحشرات تبع البرا طبعا ماشي، ده بيبقى اسمه immediate type hyper sensitivity. ولكن السكين تيست انا ليه اعمله، ايه مميزاته؟ يعني هو بيستخدم بدل ما اعمل used instead of، بيستخدم بدل ما اعمل biopsy or surgery in diagnosis of some disease، بيستخدم بعض الديزيز بدل ما اعمل اخد biopsy عينة منه او ادخله جوه. الحاجة التانية يوسفل في الاسيسمنت بتاع والعلاج بتاع الفيسرال ديفيوز كتونوس ليشمانيز زي ما احنا قايلين من شوية اللي هو المونتينيجرو تيست، ده مهم قوي في الاسيسمنت بتاع الكيور في الفيسرال ديفيوز كتونوس. الفيسرال ديفيوز كتونوس ليشمانيز لو عملتوه المونتينيجرو تيست يطلع نيجاتيف، قد العلاج يدي بوزيتيف، ده معناه ايه؟ الاول عين ما كانش عنده اي اميونيتي، ما كانش عنده اي مناعة، بعد العلاج خلاص خف التست هيتغير. طب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ عندنا lack of sensitivity and specificity. كلمة sensitivity يعني true positive و specific يعني true negative، فهو مش هيبقى نتائجه مش مظبوطة. تاني حاجة lack of reference standard antigen، انا ما عنديش antigen reference standard يعني هو ده اللي هستخدمه لكل عينين. and for reading of the result ما عنديش برضو reference للreading، القراية هي المفروض كام سنتي، طب في عيان ادى قليل شوية، عيان ادى كتير شوية، فهيبقى في ديليما حواليها يعني. بعد كده danger of provoking anaphylaxis، ممكن ادخل عين ده في anaphylaxis، انت بتعمل اختبار حساسية ممكن هو اصلا يجيله حساسية من الجرعة حتى الصغيرة اللي انت اديتها له دي، خش anaphylactic شوف يموت منه. induce serologically detectable antibody، احنا عارفين السكين تيست ده انا بحقن جزء من الانتجن صح، فممكن ده يستوميليت الجسم ان هو يكون اجسام مضاد، اجي بعد كده بعمل له تحليل سيرولوجي بدور على اجسام مضاد الاقيها في جسمه، هو ما خدش العدوى، ده هو كان كنت عامله له اختبار حساسيه بس. اخر حاجه ايثيكالي، يعني في دوت عن ان انا ينفع ادي عيان انتيجين، يعني حاجه مش اخلاقيه. ده بالنسبه للسكين تيست ادفانتج وديس ادفانتج. بعد كده المولكولار بيولوجي اسي او البي سي ار، ده طبعا كل بيسمع عنه، سواء مثلا يقول لك الهباتيتس او كورونا دلوقتي بي سي ار. ايه فكره البي سي ار؟ البرنسبل بتاعته بيعمل لي امبليفيكيشن وديتكشن للدي ان اي والار ان اي، النيوكليك اسيد الحمض النووي اللي عنده بيبدا يعمل امبليفيكيشن، بيكتره او في العدد وبعدين نبدا يشوف. وطبعا تكنيك ما يخصناش، اه مش مجالنا هنا اللي احنا نشرحه بالتفصيل. بنعمل البرنسبل امبليفيكيشن بيزود،
وديتكشن، وبعدين يلاقيها يعني يحددها دي ان ايه او الار ان ايه. ادفانتج وديس ادفانتج، ما له وما عليه. طبعا البي سي ار له هاي سنسيتيفيتي واكسلنت سبيسيفيسيتي، بي سي ار ممتاز، ولكن طبعا غالي جدا سواء اكيوبمنت او ريجنت المواد اللي بيستخدمها، واحيانا ممكن يديك فولس نيجاتيف ريزلت على الرغم ان هي نتائجه حلوه قوي، ولكن بعض الحالات ممكن يطلعه لك نيجاتيف وهو مش نيجاتيف نتيجه وجود انهبيتورز انسان زي حاليا الكورونا. مش معنى ان انت عملت بي سي ار وطلع نيجاتيف ان انت ما عندكش، ممكن يبقى عندك ودي فولس نيجاتيف ريزلت. يبقى هو له هاي سنسيتيفيتي واكسلنت سبيسيفيسيتي، ولكن له بعض سام فولس نيجاتيف ريزلت. طبعا محتاج مشكلته انه محتاج اكسبنسيف ريجنت. وبكده نكون خلصنا الاندايركت ايدنتيفيكيشن اوف باراسايت اللي هو السيرولوجي سكين تيست وادي البي سي ار. اتمنى ان تكون محاضرة النهاردة استفدتوا منها، يكون اسلوبها سهل عليكم. Thank you.